قال مسؤول في البنك المركزي اليمني أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي انخفض إلى أكثر من مليار دولار بدلا من 4 مليار دولار في شهر مارس الماضي، وأشار إلى أن ميليشيا الحوثية التي تسيطر على البنك المركزي استنزفت الاحتياطي الأجنبي لتمويل حروبها وتغطية التزامات إضافية خارج موازنة البلاد، منها تكلفة 40 ألف مقاتل في صفوفها تسميهم المجاهدين، واعتمدت لهم رواتب شهرية ومكافآت. انهيارات متوالية على جميع المستويات، هذه هي تلك عام ثقيل من سلطة الميليشيا. حرب طويلة انهكت البلد اقتصاديا وفككته سياسيا ومزقت نسيجه الاجتماعي. لم تكتفي سلطة الميليشيا بكل هذا الموت والدمار الذي خلفته على كامل مساحة البلد، بل إنها عمدت إلى تمويل آلة التدمير والقتل التي سلطتها على اليمنيين من احتياطهم النقدي وعلى حساب عيشهم ومستقبلهم. مؤخرا كشفت تقارير أن ميليشيا الحوثي استنزفت احتياطي اليمن من النقد الأجنبي لتمويل حروبها وتغطية التزامات إضافية خارج موازنة البلاد، منها تكلفة 40 ألف مقاتل في صفوفها تعتمد لهم رواتب شهرية ومكافآت. وتحدث مصدر في البنك المركزي أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي انخفض إلى أقل من 2 ملياري دولار بعد أن كان أكثر من 4 مليارات في مارس آذار الماضي. وبحسب اقتصاديين فإن هذا الانخفاض سينعكس سلبا على تأمين الواردات إلى البلاد وتأمين رواتب موظفي الدولة ويزيد الوضع الاقتصادي القائم سوءا. وكانت سلطة الميليشيا قد أوقفت كل بنود الموازنة العامة مكتفية بدفع الرواتب فقط لتتمكن من الإنفاق على حربها العبثية وتمويل تجار هذه الحرب وأمرائها ضمن بند خاص أسمته المجهود الحربي. هذا البند الذي تحول إلى ثقب أسود يبتلع كل شيء من رواتب الموظفين إلى موازنات الوزارات وصناديق المؤسسات العامة، بل وحتى الشركات والأموال الخاصة، في سابقة لم يشهد التاريخ اليمني لها مثيلا من قبل.